السلام عليكم. هلا، وش تبي؟ رد السلام أول. وعليكم السلام. لا تقول لي انزل صور الحين، لأني جالس أبي أخلص قهوتي عشان أعرف أروق على المشهد وأمثل زين. بعدين وين ثامر؟ سوى التعديلات اللي أنا طلبتها ولا ترى ماني مصور؟ هناك يا سمر، الدنيا مقلوبة عليك من الصبح. الله يستر، بس تراني جبت النسخة. طيب الكاتب عمل التعديلات اللي هو طلبها مني؟ يا ماجد الله يرحم والديك، فكني بس، هو وين فيه؟ موجود فوق، أستاذ علاء عنده فوق. طيب اسمع، تراك موقع على عقد وملزم فيه، وأي شيء يقول المخرج لازم تنفذه. سلامات، كأنك صدقت أنك المخرج. صدق يا حبيبي صدق، لا تنسى أني أنا النجم هنا، والمشاهدين يستنوني أنا، والبوستر عليه صورتي. لا تنسى بعد إن لو لاي أنا ما كان اشتغلت مخرج بهالفيلم. ألزم حدك وعرف قدرك. لو لزمت حدي وعرفت قدري ما كنت كلمتني أنت بالأسلوب هذا. الطريقة هذه تنزل تكلم فيها مع الفنيين، مع الشباب الباقين، لكن لين عندي أنا وبس يا علي. اسمي الأستاذ علي. وأنا فهد يا علي، تفهم ولا ما تفهم؟ لو لاي ما كان الفيلم أصلا له قيمة. أنت اختريت وشايف نفسك، صدقت أنك نجم. نجم غصبا عنك وعن المنتج وعن اللي ما يرضى بعد. تراك تعديت حدودك يا فهد. انت اللي تعديت حدودك يا مخرج الفشيله. ترى ادري انك تجمع ممثلين من الشارع مبتدئين اساسا، وتتفق معهم انك تاخذ نص الاجر منهم. ترى ادري، بس مسوي نفسي غبي. يا كذاب يا قليل الادب. اسمع، ترى اما سكت تقدر اسكتك. اهدى يا استاذ علي، اهدى يا استاذ علي. انطمنت يا الحرامي. تفضل معي أستاذ، تفضل معي رأس، تفضل معي، تفضل معي، تفضل. اسمع، خلص اللي في وجهه ولا اللي في قفاه، وحنا ننتظره برا. تمام رأس، تفضل. مهما زينت في وجهك، القبح اللي في داخلك باين. القبح اللي باين والله عندك أنت. الله العظيم، وانت ايش جالس تسوي هنا؟ برا، يلا برا. ثامر، وراك واقف كذا. انتظر الهوشة تخلص. طيب وش صار على السيناريو؟ مثل ما قال لك، بيعدل التعديلات اللي بيها هو الكاتب، مو اللي بيها فهد. اجل ادخل قل الكريه هذا هالكلام، انا ما انا بناقص هوشة، ترى يمكن اذبحه. مو قلت لك هد شوي يا علي؟ ترى ما انا بناقصك يا صالح، فكني من شرك. يا علي، للحين دافع دم قلبي، ابغى الفيلم ينتهي على خير. تكفى حاول تحتويه. جعل القبر يحتويه. لا 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 لا، بعيد الشر، إلينا نصور آخر مشهد. لا أقول عاد. أجل هذه التعديلات اللي أنا طلبتها من الكاتب، رحت وجيت وما شفت أي تعديلات في النص. يا أستاذ فهد، أنا وش دخلني؟ الكاتب يقول بالتعديلات اللي بيعدلها بالمزاج اللي هو يبغاه، مو التعديلات اللي أنت تبغاها. هو على كيفه، على كيفي أنا. طبعا أنا نجم الفيلم هذا، المفروض يعدلها زي ما أبغى أنا. طيب أنا وش دخلني؟ لأنك غبي، رحت عنده وما قلت لأن الأستاذ فهد ما راح يكمل العمل لو ما عدل التعديلات اللي أبغاها أنا. يا أستاذ فهد لو سمحت، أول شيء ما أسمح لك تهيني، لأن أنا أول شيء ما شغال عندك، أنا شغال في منظومة. أوه، شغال في منظومة صاير الحين. شكلك ناسي إني أنا اللي مشغلك، وصاير الحين ترافع خشمك علي وشغال في منظومة. إيه يا ثامر، نسيت أن الرزقة والقرشين اللي تجمعها كلها من فضلي أنا. لا حول ولا قوة إلا بالله، الرزق من عند الله. أصلا أنا أتكلم معك أنت ليش؟ يلا يلا هناك، يلا يلا، أنا أدق على الكاتب نفسه وأتفاهم معه، أنا أوريه أبو سالم هذا.